not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos, so expect trouble. Okay. عندي سكين؟ ريبي لي ما عندي سكين، لحظة خشوف. هنا الباب اللي اقدر اروح فيه انا، راح اقدر اروح من هنا، بس بروح اشوف الخزنة اللي فوق. وين كانت؟ كانت عند، كانت وين؟ هنا في دولاب، وهنا في خزنة، هذه في الستاف فوق، راح اروح لها. ميت. هنا الصندوق اللي قلتكم عليه، ما ادري كيف اوصل له. اروح اخليها تشوف ايش تقول، ولا خلاص مو لازم. ولا خليها اروح اشوف ايش تقول. ما تعرفه؟ تعرفه ولا لا؟ اوه زين اللي جيت. اوه شيت، ما اقدر اخذه. فعلا شغله شكله نيكولاي اللي قلت له. مشكلة ما اقدر احط شيء. لحظة، في ماء، في صندوقنا بعيد مرة. تأثر. طلقتين بالشات جان يموت. اوكي قعد. خليه يقعد، ارجع له بعدين. الحين بطلع على السطح. يب خل ارمي الشيء الزايدة عشان ارجع اخذها بعدين. يلا خلنا نمشي. صح الزومبيز. رايحة ذي. مات خلاص. خلاص مات. اوكي شيت، حسبتها ماتت.
الرحمن الرحيم. شيت. اقعد. ما في شيء مهم. ليش جيت طيب هنا؟ هنا خلاص كل شيء ما فيه. باقي هنا اللينن روم هذه وهذه. في ثلاث غرف لازم ادخلها. احتاج اجيب لي شيء عشان افتح الخزنة. اقعدي لا ابد الابدين. شي ليش قاعدة تناظر فاد؟ شي فاد؟ شايفة حاجة؟ شايفة حاجة؟ ميت. شيت. لا ميتين. هذا هو. نروح نشوف هنا اللينن. نطلع الجهة الثانية. بسم الله. كلها بس باقي جثثهم. اوكي وشو هذا؟ ام جي ام او ام اي جي ام او اربعة. اوكي بس راح ادخل هنا اشوف ايش فيه. وات بس هذا هو. طيب اعطوني شو اسمه الاحداثيات حقت الباسورد. يب ما في ولا شيء ثاني. عرفت من وين ندخل على الصندوق. نجيله الحين نشوف من وين. ذاك هو شايفه من هنا تحت هنا. يب انا جبتك عشان تسوي تنزل يمينا. يلا بسم الله. في شيء ثاني؟ طيب ما فيش ولا حاجه. حتى نظافينا شايفين ما في شيء. صارت الدنيا كلها زرقاء. الدور الثاني خلاص خلصناه. كل شيء فتشناه ما في شيء. لا زايد. اوكي اوه هذا المسدس اللي كنت تحتاجه عشان الطلقات اللي اخذتها من شوي. تمام حلو. تمام الحين وانا بروح فيها بودرة هنا راح اروح اجيبها وبعدين اخذ الطلقات اللي هنا وخلاص بعدين نروح البوابة هذه. ما في شيء خلاص كل شيء خلصناه. حطلع من هنا وادخل واجيب الطلقات بعدين اجيب البودرة بعدين ننزل. اوكي تمام الحين خلصنا تقريبا كل شيء. يلا بس باقي ننزل هنا ونشوف الباب هذا وخلاص. في شيء هنا. وشو هذا؟ كل منطقة حمراء بس ما ادري وشو. نشوف. كان عشان الباب شكله عشان الباب.
ياب شوف هنا. اوكي بقدر اخذه. ما وين غرفة التسجيل هذه؟ راح ارمي اغراضي واجي. مهم اني اجمع رصاص الحين، مهم جدا ارسم اجمع رصاص كثير لان خلاص على نهاية الجيم. شيت جاي نهيل. اوكي مات. عشان تحس، عشان تحس تذوق اللي شيء تسوي لنا انت بتشاد. شوف طلع في مكان. سبحان الله ما شفت انا هذا، معقوله مش كم موجود؟ اكلت الهيل صح، اكلت العلاج عشان كذا ما قدرت استخدمه. يلا خلينا نتحرك، عندي مساحة واحدة بس للطلقات وراح نمشي. يلا الحين توكل، راح نفتح الباب. بسم الله فتشت المبنى كله، مستشفى شو زي ما انتم شايفين، فتشته كله ما في شيء، ما فتشته كله موجود معاي كل شيء موجود. يلا خلينا ندخل. بسم الله نسوي ريلود لكل أسلحتنا. تقريبا كل الأسلحة جاهزة. بسم الله هذا خلاص محتاجه، خلنا نرمي سكارت. يس راح اندم، راح يجي شيء ابغاه وما اقدر اخذه بعدين. ان شاء الله تطلع لي تسجيله. واو المكان، ها شايفين قلت لكم راح اندم، راح تندم يا جميل راح تندم. راح اروح ارجع الغراب وشويات ورجعت لكم. او رجعت في ولا شيء فوق. شو فينا مديهم؟ شلون مديهم الباب مقفل 24 ساعة؟ اها شكله من هنا. اطلع فوق مرة ثانية. ايش الهدف؟ ما ادري. طريق فقط من هذا الاتجاه. اه حلو تسجيل، زين زين ممتاز. اوكي تغير شيء يمكننا. الخزنة، الخزنة ما فتحتها.
اوه شوفوا باتش زين. حلو حلو اخيرا. اوكي ايش ثواني راجعة. الخزنة انفتحت ومو انا اللي فتحتها، يا خسارة. ما ادري من اللي فتحها، معقولة كارلوس؟ يلا خلنا نرجع. باك رجعنا. مقفل ما اقدر اروح من هنا. شو اسمه خلاص رحت شفت الخزنة، طلعت ما زي ما انتو شفتوا. خلنا ناخذ لنا هيل بعد. وبكذا انهي حلقتنا اليوم. يا رب تكون عجبتكم. معكم كشياكو، وشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. اذا حابين تشوفون الجزء الاخير لا تنسون تحطوا اللايك، كثروا من اللايك عشان ننزله في اسرع وقت ممكن. وفمان الله.